لك اللعبة بداية ونهاية. الصغار من أمثالك لما بيستلموا منصب بيفكروا إن الدنيا رح تتغير على دورهم، لأنهم بسطاء. بعد غلطان غلطة واحدة بس، إني حاطط طاقتي كلياتها مع الشخص الغلط. الشخص الغلط. إيدك لفوق. موقعك الجديد رح تكون قادر على تنفيذ يلي رح أطلبه منك. انت شقفة رقم. اذا حبيت تعرف حقيقة الشخص اللي قدامك لازم تراقب تصرفاته مع اللي اضعف منه.